عقد حاكم إقليم بوركو داود حماد بشير اجتماعا ضم المسؤولين العسكريين والإداريين في الإقليم حول مناقشة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في الإقليم. تقرير زميلة إشراق عبد الله رحمة. اجتماع لم يختلف كثيرا عن سوابقه، إلا أن هذه المرة حمل في طياته رسالة موضوعات جد هامة حملت في فحوها مسألة الأمن وعدم احترام القوانين والسلم الإداري بالإقليم. وبهذا الخصوص عقد حاكم الإقليم داود حماد بشير اجتماعه الثاني مع مختلف القيادات الأمنية والمدنية، وذلك لأجل مناقشة المسائل الأمنية والاجتماعية داخل الإقليم، سيما إيجاد كافة الحلول لها. حاكم الإقليم أوضح بأن المسائل الأمنية وعدم احترام القوانين باتت الشغل الشاغل للسلطات العليا بالبلاد، لهذا لابد علينا من وضع خطط واستراتيجيات تساهم في تغيير الحال الذي نحن في صدده الآن في تغيير السلوكيات، معبرا على أن هذا الواقع لن يتغير إلا بتضافر الجهود والعمل معا لكي ينعم الإقليم بالأمن والاستقرار خاصة والبلاد عامة، منوها في الوقت ذاته بأن الحكومة من اليوم فصاعدا لن تتهاون مع كل من حاول مخالفة القانون سيلقى العقوبة الرادعة، لذا يتحتم على كل مواطن الالتزام بالقوانين المعمول بها. نظم صباح اليوم أبناء إقليم مايوكبي ملتقاهم حول مناقشة العوائق والإشكاليات التي تواجه العملية التنموية في الإقليم، كان ذلك بحضور العديد من المعنيين. تقرير زميل عائشة أحمد دقي. بعض الأفكار الصائبة التي تؤول إلى تطوير المدن وتوحيد سكانها لمواصلة وإكمال طرق النهوض بها، وذلك بتصليح الطرق التي تربط بين بعض القرى، هي كانت الفكرة التي ينادي بها أبناء إقليم مايوكبي الشرقي والغربي عبر ملتقى تجمع المبادرات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأبناء المنطقة، بهدف مناقشة بعض المشاكل التي يعاني منها سكان الإقليم، وكذا مسألة انضمام بعض الأقاليم وجعلها تحت إمرة ولاية واحدة. اليوم ده الناس دخلوا لما نم ده يدخلوا جزء يدنا في جيبة سي كونتريبيسيون على أي كادر سوبيريور ده جيبة 100 فرانك بار آن، لما نا شغل أنا 200-300 مليون ده شاري أنا في مايوكبي ده كله كده أدوه. تجمع المبادرات التنموية تضم العديد من أبناء مايوكبي وتنجيلي، وتم تأسيسه في عام 2011، وهو يعنى بمعالجة بعض الأمور التي تواجه هذه الأقاليم من الناحية الإدارية. نظمت منسقية جمعيات المجتمع المدني دورة تدريبية لصالح ممثلي بعض الجمعيات المدنية حول معرفة دور ومكانة المجتمع المدني. نتابع هذا التقرير الذي عده الزميل خليل حسن صالح. العمل على تقوية وديناميكية المنسقيات الإقليمية لجمعيات المجتمع المدني وتفهيم دور المسؤولية والحفاظ على المكتسبات العامة وحقوق الإنسان هو ما قامت به منسقية جمعيات المجتمع المدني خلال تنظيمها لهذه الدورة التدريبية لصالح بعض الجمعيات المدنية والسياسية في الإقليم المداري، وذلك بهدف تفهيمهم على الأسس العامة في لعب دورهم المنوط بهم. وبهذه المناسبة فقد أشار الرئيس منسقية جمعيات المجتمع المدني محمد ديجا جنباي إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام ممثلي الجمعيات المدنية في الإقليم يجب عليهم مواجهتها بدقة عالية وتفان في العمل، خاصة تلك التحديات الأمنية التي يقوم بها الإرهابيين بهدف زعزعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهذه الأمور وغيرها قد تؤثر سلبا في الوضع الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ضرورة توعية القيادات المدنية في تحمل المسؤوليات والوقوف أمام كل هذه المشكلات ومعالجتها. والجدير بالذكر فإن رئيس منسقية جمعيات المجتمع المدني محمد ديجا جنباي دعا كل الجهات على التمسك بالوحدة الاجتماعية من أجل تشاد موحدة وشعب واحد يعيش في سلام ووئام. نظم محافظ مقاطعة أبو طيور بإقليم جيرا حملة توعوية لصالح الرعاة والمزارعين حول التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين بحضور أعيان القبائل الذين يمثلون الجانبين. تقرير الزميل محمد آدم محمد. بعد إنهاء فصل الخريف ورجوع بعض أصحاب المواشي إلى المناطق الرعوية
والذي يصادف فترة حصاد الغلال وبداية العام الدراسي الجديد، يقوم المسؤولين بمقاطعة أبو طيور بجولة توعوية من أجل تفادي المشاكل وكذا ذهاب الطلاب إلى المدارس والتعايش السلمي والنزاعات في الأراضي لا سيما الآبار وبين أصحاب المواشي والمزارعين من وقت لآخر. وقد قام بهذه الجولة المحافظ النائب لمقاطعة أبو طيور جدي هرب عليت، خلال جولته التقى بأولياء أمور التلاميذ في القرى والمراكز والفرقان بهدف حثهم لحماية الغابات والتصدي لها وعدم إشعال النيران في الحشائش والغابات والمناطق النائية. اللقاء كان يجمع المزارعين على حد وهكذا الرعاة بصفة خاصة من أجل تشاد موحدة وآمنة. خلال لقائه ركز المحافظ على التعليم وخاصة إرسال البنات إلى المدارس وعدم تركهن خلف المواشي. الجولة شارك فيها الزعماء التقليديين وأعيان القبائل والشيوخ التقليديين وبعض الرعاة.